بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مستر علاء إبراهيم، وإن شاء الله النهاردة هشرح كلمات الوحدة الأولى بعنوان Meet My Family، قابل أسرتي، مادة لغة إنجليزية للصف الثاني الابتدائي. نبدأ مع بعض. أول كلمة عندي Family. Family. Family معناها أسرة. Family. أسرة. Family. Family. أسرة. Brother. Brother, 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 أخ, brother, brother, أخ, sister, 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 أخت, sister, أخت, cousin, 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 ابن عم أو ابن خال, ابنة عم أو ابنة خال, parents, 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 الوالدين, الأب والأم, parents, parents, والدين. grandma 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 جدة. grandma جدة. grandpa 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 جد. grandpa grandpa جد. grandparents 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 اللي هم الأجداد، الجد مع جد. grandparents أجداد. friend 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 صديق. friend صديق. neighbor 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 جار. جار في السكن يعني neighbor neighbor. children 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 يعني أطفال. children أطفال. heart 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 قلب. heart يعني قلب. family أسرة. brother أخ. sister أخت. cousin ابن عم ابن خال. ابنة عم ابنة خال. parents الوالدين. grandma جدة. grandpa جد. grandparents أجداد. friend صديق. neighbor جار. children أطفال. heart قلب. where 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 يرتدي يلبس أو يرتدي. where where يرتدي. cut 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 يقطع أو يقص. cut cut يقص. draw 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 يرسم. draw يرسم. help 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 يساعد. help help يساعد. come 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 يأتي. come come يأتي. play 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 يلعب. play play يلعب. stick 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 يلصق. يلزق يعني stick. stick يلصق. tidy 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 يرتب. tidy يرتب. decorate 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 معناها يزين. decorate decorate يزين. clean 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 ينظف. clean clean ينظف. wash the dishes wash the dishes يغسل الأطباق. wash the dishes يغسل الأطباق. make the bed make the bed make the bed يرتب الفراش. يرتب الفراش. wear يرتدي. cut يقص. draw يرسم. help يساعد. come يأتي. play يلعب. stick يلصق. tidy يرتب. decorate يزين. clean ينظف. wash the dishes يغسل الأطباق. make the bed يرتب الفراش. sun 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 يعني شمس. sun sun شمس. moon 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 قمر. moon قمر. sky 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 سماء. sky سماء. beach
بيتش بيتش شاطئ أو بلاج بيتش شاطئ سكول 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 مدرسة سكول سكول مدرسة فوتو 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 صورة فوتو فوتو صورة تشيبس 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 بطاطس شيبسي تشيبس تشيبس بطاطس شيبسي تشيكن 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 دجاجة تشيكن تشيكن دجاجة glasses 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 نظارة glasses glasses نظارة skirt 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 اللي هي جيبة أو تنورة skirt skirt تنورة أو جيبة jacket 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 يعني jacket orange 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 لون برتقالي sun شمس moon قمر sky سماء beach شاطئ school مدرسة photo صورة chips بطاطس شيبسي chicken دجاجة glasses نظارة skirt تنورة jacket يعني jacket orange برتقالي لون برتقالي brown 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 لون بني براون براون لون بني بعد كده نتنقل للأرقام من 1 لحد 10 عندي هنا 1 رقم 1 1 1 هنا معناها 1 1 2 2 2 اثنان 3 3 3 ثلاثة 4 4 4 أربعة 5 5 5 خمسة 6 6 6 ستة 7 7 7 سبعة 8 8 8 ثمانية أو ثمانية 9 9 تسعة 10 10 يعني 10 يبقى عندي براون بني 1 واحد 2 اثنان 3 ثلاثة 4 أربعة 5 خمسة 6 ستة 7 سبعة 8 ثمانية 9 تسعة 10 عشر آخر حاجة عندي التحيات اللي بقولها لي أصدقائي لما قابل حد الصبح بقول له إيه Good morning Good morning Good morning معناها صباح الخير Good morning Good morning صباح الخير طب لما قابل حد من الساعة 12 الظهر لحد غروب الشمس بقول له Good afternoon Good afternoon معناها هنا مساء الخير Good afternoon مساء الخير طب لو قابلت حد من بعد غروب الشمس لحد منتصف الليل Good evening Good evening Good evening يعني مساء الخير Good evening طب هدخل أنام وبقول لحد بقول له تصبح على خير Good night Good night Good night معناها تصبح على خير شخص طلب مني حاجة وأنا عملتها فأنا بقول له خلصت انتهيت Finished 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 يعني خلصت أو انتهيت يعني أنا خلصت اللي وراي طب شخص ما عمل لي خدمة وأنا بقوله شكرا Thank you Thank you Thank you يعني شكرا لك Good morning Good morning صباح الخير Good afternoon Good afternoon مساء الخير وديات بتكون من الساعة 12 لحد وقت غروب الشمس Good evening Good evening مساء الخير ودي وقتها من غروب الشمس لحد منتصف الليل Good night Good night هدخل أنام بقول لحد قدامي تصبح على خير Good night Finished 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 انتهيت أو خلصت Thank you Thank you يعني شكرا لك كده احنا انتهينا من شرح كلمات الوحدة الأولى بعنوان Meet My Family قابل أسرتي مادة لغة إنجليزية للصف الثاني الابتدائي إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس
لمشاهدة باقي الدروس التعليمية، وشكرا لحضراتكم.